السلام عليكم. لم يبقى سوى عدد قليل من الجماعات الإرهابية التي تعتمد على العبوات الناسفة كوسيلة لتهجير المدنيين وقتلهم. وللأسف فإن واحدة من هذه الجماعات الإرهابية تستهدف المدنيين العزل في اليمن. قصتنا اليوم مع معلمين كان أحدهما قد نجا من سجن تابع للحوثيين، لكنه لم ينجو في المرة الثانية من عبوة ناسفة وضعها الحوثيون في الطريق التي كانوا يسلكونها مثل كل الناس في طريقهم من الحجرية إلى مدينة تعز لحضور دورة تدريبية. نتابع قصة المعلمين عبد الله هادي وعلي مدهش في الفيلم التالي، ومن ثم نعود. قبل استشهاده كان مختطف لدى الحوثيين في مدينة الصالح، واستمر بعد خروجه مدة 7 شهور. انتقلنا إلى الحجرية بالسكن، تواصل مع أحد المعلمين زملائه على أساس يعملوا دورة تدريبية تعليمية في المخاء، وبقيت الأسرة هنا في الحجرية وهو نزل. وصل على الخط في المقصب، تقريبا في المقصب انفجرت عبوة ناسفة، راح شهداء هو زميله وصديقه علي محمد مدوش، وبقى الجريح علي عبد ثابت. والله هذا اليوم نحن رايحين قلنا بالمخا، يعني هذا عبد الله علي هادي واللي مدوش كان رايحين المخا، وانا كنت في الطريق كنت اشتري المخا، وانا في الطريق عندنا قلنا بالحضارة، هم واقفين بالباص، هم مدرسين رايحين واقفين بالباص، هم رايحين المخا، ركاب في بالباص، وعبد الله علي واللي مدوش من ضمن هذول الركاب رايحين المخا، يعني كلهم وانا كنا في الطريق، صيحوا لي عبد الله علي هادي وعلي محمد مدوش، قالوا لي عبدو روح دنا بهم، قالوا قلت لهم بروح معاكم المخا، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، رحنا المخا معاهم توكلنا على الله ومشينا وفدحنا على كل حال. ما منطقة الفاقة تواجهنا بهذه العبوة، عبوة ناسفة انفجرت بنا حوالي الساعة 9 صباحا، وبعدين ما شعرنا بأي حاجة، كانت في سيارة من قبلنا تمشي يعني تمام، ونحن من بعدها بس انفجرت بنا هذه العبوة في الساعة 9 صباحا. تلقت الخبر يعني فجأة كذا وأنا في الحجرية، طبعا الخبر كان صادم جدا، يعني مش معقول توقع بالله. أجا اتصال والله ما أذكر، يمكن عبد الجبار مدري، لا عبد الجبار مرة ثانية. المهم بعد ما قال اتصال رحت أتأكد من الأخ عبد الجبار، أخ الشهيد علي عبد الله علي هادي، كان عنده نفس المعلومة. طبعا احنا علمنا انهم راحوا اليوم الأول للمخا نيشان الدورة هذه حق المعلمين، فتفاجأنا انهم رجعوهم، قالوا لهم رجعوا اليوم الثاني. رجعوا اليوم الثاني، كانت الحادثة يعني كذا الساعة 9 يمكن صباحا. تم إسعافهم فورا إلى مستشفى ميداني في مفرق المخا، توفوا فورا عندي. أنا علمت من خلال صفحة التواصل في الفيسبوك، فجأة يعني قرأت منشور لأحد الأصدقاء، قمت أتواصل هنا في المخا طوالي، راح واحد للمستشفى حصلهم رجع لي رسالة إنه توفى الله يرحمه. أقعد معه كذا سيارة هيلوكس وإسعاف وهذا، وبزون إحنا إسعاف المخا. علي مدهش توفى من ساعته، وعبد الله علي هادي برضه هكذا من ساعته توفى، ونحن باقيين، وفي ناس جنبهم علي، واحد اسمه سند الحارثي، وما بقي الا ابن صاحب الباص عدن، ممكن اسعفوا لا عدن، ابن الولد صاحب الباص توفى في عدن، الولد ابن الصواد صاحب الباص. بالنسبة لهذه والله مش قليل اللي فعلوا، يعني تم التواصل مع لجنة المخاء، كان رد يعني ما فيش رد نهائي كذا، ما طلع، تحولوا إلى عدن، متابعة في عدن لحد الآن، متابعة ما فيش أي نتيجة، نزلت أرقام عسكرية وهمية ما فيش رواتب، الأرقام نزلت، بعد متابعة استمرت أكثر من 6 أشهر.
أبي كان يعني لي كل الحياة، وبعد موته كنا في أمان في عيشته، أما بعد موته فواجهنا صعوبات كثيرة وأضرار، فمنها صعب الدراسة، الدراسة ندرس بدنا نشتي مصاريف، فمعاش أبي لا يكفينا، فنصه ندفعه إلى الديون، وهذا أبي كان يمثل لي أنه كان غاليا على قلبي، وكان أخي وصديقي وأبي في نفس الوقت. بالنسبة لي كان يمثل كل أموري، كان يمثل كل أموري صراحة، يعني أنا كنت حتى مبرمج على عقليته، يعني يمشي بعقليته، يفكر بطريقته بعقليته، كان موفر عليه الكثير كثير، لو حدثت عندي مشكلة خلص هو يقوم بها، أي شيء تخصنا حتى في مجال دراستي أي شيء تعرف قال أنا مهم هو يجي. بالنسبة للمعاملات لم تجد أي رد بحجة إنهم مدنيين، هم يقول لك راحوا في عمل مدني وهو عمل التربية، هذا تدريس دورة تدريسية، حتى إنه يقول لك ما فيش تعود من الجانب المدني. نحن أكثر ما بحثوا في المعاملات كان في الجانب العسكري، ضمهم في الجانب العسكري، هذا اللي لم يتوفقوا فيه. يقول لك تشهدوا بما إنهم يشتشهدوا في الطريق نتيجة العبوة هذه أو اللوم الأرضي، وهم في مهمة مدنية الدورة التدريبية هذه، لم نجد يعني ما أقول لك أنا ما في شيء تجاوب من الجهات هذيك كونهم مدنيين. يعني أما المرتب الذي يتقاضى الشهيد من وزارة التربية والتعليم لا يفي بالغرض، معك إيجار مع الدراسة والطلاب، يعني أكثر من 7-9 أنفس في أسرة، أكيد أنه لا يكفيهم راتب مصروف أطفال دراسة مصروف جامعة مصروف، أكيد أنه ما يكفيش، لكن عسى أن تصلح الأمور. أنا إنسان مدرسين رياضيات افتقدتهم البلاد بعد ما راحوا، حتى هذه المرة أنا افتقدت مدرسين رياضيات الاثنين هذولا، افتقدتهم البلاد والمنطقة بالكامل، المدريب الكامل حق الله زي هذا عبد العلي هادي وعلي مدريش كامل، يعني مدرسين رياضيات أقوى ناس مدرسين رياضيات في بلادهم هذول الاثنين مدرسين. طبعا أحب أوجه رسالة للتربية والتعليم وزملائهم نقوم يعني بالتضامن، كون الشهيدين لا يمتلكين لا راتبهم، يعني يعني الشيء الذي يقوموا به هم يعرفوا اصلا قبل ما حاجه الدعم ضامن رواتب ما تكفيش زهيده من هذا القبيل، يعني شيء يعرفوه للعام اي مظلوم مش خاصه بهم، ومنظمين حقوقهم وحي لهم. سمعنا عن الكثير والكثير من المعلمين الذي جرحوا وبعضهم استشهدوا، تم استيعابهم وتسجيلهم بعد في سجلة الشهداء وأن في سجلة الجرحى، ونال الكثير حقوقهم، لم ينل أي شيء إلا هؤلاء، يعني كان باستثنائهم لم نستطيع تسجيلهم في أي جهة، كل الجهات يكون الرد منها أن هؤلاء شهداء مدنيين، شهداء مدنيين ليس لنا مساحة لتسجيلهم أو لا يشملهم ربما القانون قانونهم الخاص، لكن القانون العام يشمل كل الشهداء. زملاء الفقيد أتمنى أن يتفاعلوا مع قضية استشهاد زملائهم، لأنه قضية في الأول والأخير تعنيهم وتخصهم كزملاء، إلى أنهم لم ينالوا حقوقهم، لم ينالوا أي حقوق، وما زالوا مهمشين ومظلومين من حيث رواتبهم، لم يحصل أسرهم على أي تعويضات أو شيء. نتمنى أن يتفاعلوا وأن يتضامنوا مع زملائهم، مع كل المعلمين، مع كل الإبرياء الذين لقوا حتفهم ظلما. منذ بدأت الحرب خسرت قريتان فقط من قرى الحجرية أكثر من 18 معلما، كلهم قتلوا قنصا أو بعبوات ناسفة وألغام. المعلمان عبد الله هادي وعلي مدهش نموذج فقط لهذه القصة المأساوية التي يعانيها المدنيون في تعز، مدينة وأرياف،
فكل مكان يمكن لميليشيا الحوثي الوصول إليه أو حتى التسلل إليه سيكون مكانا موبوءا بالألغام والعبوات ناسفة. مشاهدينا الكرام، وضع المعلمين في ظل الحرب والحصار الذي تعانيه مدينة تعز طوال 5 سنوات موضوع حديثنا مع الناشط الحقوقي محمد الرميم، ينضم إلينا من مدينة تعز. مرحبا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بكم أخت نضال وسادة المشاهدين الكرام وفي قناة الثورة قناة بلقيس. أهلا بكم جميعا. إذن 5 سنوات منذ بداية هذه الحرب، لو تضعنا أمام صورة وضع المعلمين داخل المدينة، كيف هي حالهم؟ كما ذكرت يا أخت نضال، 5 سنوات من حرب عانى منها الشجر والحجر في محافظة تعز كما هي بكثرة المحافظات الأخرى. نحن سنتحدث اليوم عن قطاع التعليم والمعلمين والطلاب. بالنسبة للمعلمين، عانوا معاناة شديدة لم يعرفوا لها مثيلا في العصر الحديث، أو نقول في القرن الماضي وهذا، يعني حيث أن المعلمين بقوا فترة خلال هذه الحرب بعيدة عن مدارسهم، وقد قطعت رواتبهم لفترة 8 أشهر تقريبا في تعز، لما يقارب من إلى 44,000 معلم ومعلمة بقوا بحدود 8 أشهر إلى سنة بدون رواتب مقطوعة. إضافة أختي الكريمة إلى عدد الشهداء من المعلمين في تعز جراء هذه الحرب التي أشنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، عدد الشهداء يصل إلى 232 شهيد نتيجة لهذه الحرب. الجرحى أيضا بالمئات، يعني ليست هناك إحصائية دقيقة بالنسبة للجرحى، لكنهم بالمئات، في منهم وصل إلى درجة الإعاقة الآن معاق. أيضا بالنسبة للمعتقلين، هناك أيضا اعتقالات يعني استهدفت شريحة المعلمين من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في أكثر من مكان، خصوصا في الطرق وفي منطقة الحوبان. نعم. وفي أكثر من محطة، في من محطة عسكرية في من تابعة لميليشيا، هناك ما يقارب تم اعتقال في حدود 52 معلم، البعض منهم قد أفرج عنهم، والبعض مات تحت وطأة التعذيب، والبعض منهم أصيب يعني بالجنون نتيجة للتعذيب وللممارسات القمعية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الانقلابية على المعتقلين في كل مكان. بالنسبة لأسر هؤلاء المعلمين، نعم، كيف هو وضعهم بالنسبة لمن استشهد وأيضا الجرحى والمعتقلين؟ كيف تعيش هذه الأسر؟ كيف تعين نفسها؟ حقيقة الأسر تعاني معاناة شديدة من كل الجوانب. نعم. من جانب غياب العائل الأول اللي هو الأب المدرس عندما يكون معتقل أو استشهد أو أيضا جريح، فيمثل هذا غياب معنوي وحسي أيضا لهذا الأب الذي يعول هذه الأسرة، فبالتالي هناك معاناة اجتماعية، معاناة اقتصادية، معاناة نفسية يعاني منها هذه الأسر جراء غياب العائل أو إصابته بالإعاقة أو أيضا اعتقاله في معتقلات الميليشيا. فبالتالي لا توقف هذه المعاناة على المعتقل أو الجريح أو المعاق، لكنه يصل إلى أولاده وأسرته، فهناك معاناة نفسية، وهناك أيضا ما كما ذكرنا الأطفال يعانوا طبعا، لا يحرموا من حنان الأب، يحرموا من أيضا المراعاة والجانب التربوي والجانب الرعاية النفسية والتربوية لهذا الأطفال، فبالتالي المعاناة ربما لا نستطيع أن أصفها في هذا المجال، لكنها شديدة حقيقة ونتيجة لهذا الخداع. وهناك أيضا ضحايا أطفال جوانب نفسية يفزعوا، لا يستطيعوا أن يناموا، لا يعني هناك مؤشرات كبيرة تدل على أن الأطفال في تعز وفي غيرها من المحافظات تأثروا. نعم. نفسيا إلى حد كبير. نعم. لدرجة أنه أصبح لا يستطيع أن يتعلم، لا يستطيع أن ينام، لا يستطيع أن كذا، أشياء كثيرة. نعم. نعم سيد محمد، هل هناك مديريات داخل مدينة تعز لا يزال فيها المعلمون لا يستلمون رواتبهم حتى الآن؟ بالنسبة للرواتب، حكومة الشرعية
من يعني كما أن هناك أيضا إيجابيات هناك سلبيات، لكن من إيجابيات الحكومة الشرعية أيضا وفرت الرواتب في المديريات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية والجيش الوطني. فتعز من ضمن هذه المحافظات، لكنها ليست كلها تعز، أقول نعم. يعني هنا جزء منها ما يزال تحت سيطرة الميليشيا بالحوبان وكذا، لكن النسبة الأكبر موجودة نعم. من يقع تحت سيطرة الميليشيا هل يستلم هؤلاء المعلمون رواتب؟ نعم 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 نعم، الحكومة الشرعية وفرت أو اجتهدت لتوفر لجميع معلمي المحافظات المحررة بما فيها المناطق التي لا زالت تحت وطأة ميليشيا الحوثي، فهم يستلموا رواتبهم إضافة إلى النازحين أيضا من محافظة تعز. فهناك نازحين ومغيبين عن العملية التعليمية فيما يقارب حوالي 10,000 معلم من إجمالي المعلمين في مدينة تعز. هؤلاء إما نازحين كانت منازلهم في خطوط النار أو لأسباب ترجع إلى الحرب وإلى الخوف الهروب من الموت، انتقلوا إما نزوح داخل المحافظة، البعض انتقل إلى قراهم في الأرياف، وإما انتقلوا إلى محافظات أخرى هربا قلنا من الموت وهربا أيضا من الخوف من الدمار وما إلى ذلك. نعم، هناك الكثير من المعلمين توقف عن مهنة التعليم وتحول للعمل العسكري، هل باعتقادك هؤلاء المعلمون بعد انتهاء الحرب سيعودون لمهنتهم في التعليم؟ هذه النقطة تحتاج التوقف عندنا. فهؤلاء المعلمون الذين أدوا الواجب ولبوا نداء الواجب في التعليم وفي تعليم الأجيال في المدارس، لكن عندما كانت الثورة والجمهورية في خطر من جراء هذا الانقلاب الغاشم الذي قامت به ميليشيا الحوثي في 2014، لبوا نداء الواجب وتحولوا من معلم إلى جندي يدافع ويعمل على استعادة الثورة والجمهورية واستعادة الدولة من المختطفين التي خطفوها ميليشيا الحوثي. فهؤلاء كما أنهم كانوا يؤدوا واجب في ميدان التربوي انتقلوا إلى العمل العسكري يعني يؤدين واجب الوطن وواجب المقاومة لهذا السرطان الخبيث، فلهم من يأكل الشكر والتقدير. فهناك الكثير منهم استشهد والكثير منهم جرح وهم معلمين، والكثير منهم جرح والكثير منهم معاق الآن، ولا يزال البعض في الجبهات قادة وأفراد يذودون عن حياض هذه الدولة وعن حياض الثورة والجمهورية نعم. التي خطفها الانقلابيون ويدافعون عن تعز حتى الآن. وإن شاء الله هناك خيار أمامهم، إذا انتهت المعركة إذا أراد البعض أن يعود لسلك التعليم سيعود، والبعض إذا أراد أن يلتحق بالجيش فهذا من حقه كونه قد دافع أكثر من 5 سنوات وهو يدافع وهو في واقف في المتارس وفي الجبال وفي الأودية تحت حر الشمس والبرد والأمطار و في حين أن كثير من أفراد الجيش السابق خذلوا الثورة والجمهورية وانحازوا إلى صف الميليشيا. فهؤلاء المدرسين لهم منا كل الشكر والتحية حيث أنهم قاوموا هذا الانقلاب الغاشم ودافعوا عن مدينة تعز. فإما أن يكون في صف الجيش الوطني فهذا من حقه، أو إذا أراد أن يعود لسلك التربوي فهذا من حقه، هو مخير نعم. بين شيئين. هناك من المعلمين من سقط جريح في مناطق الاشتباكات، كيف يعني تم التعامل معهم؟ هل يعني تم الحصول على حقوقهم في العلاج؟ وكيف تتم معاملتهم؟ على أي أساس؟ بالنسبة للمعلمين الذين سقطوا جرحى أو أصيبوا بإعاقات نعم. إما دائمة أو مؤقتة، فهم مثلهم مثل بقية الجرحى من المواطنين الذين أصيبوا، يتم معاملتهم إذن كمعاملة أي مدني سقط أو جرح في هذه الحرب، أم يتم معاملتهم ك نعم 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 كجندي كنت أقصد بسؤالي. يعني هناك أخت نضال حفظك الله نعم. من كانوا في الجبهات هؤلاء يعاملوا معاملة الجانب العسكري. وحقيقة أن السلطة المحلية في تعز وأيضا المنظمات والمجتمع المدني والمبادرات الشخصية يعني لها كل الشكر والتقدير، وقد قامت بواجب في هذا الباب كثير. صحيح أن الإمكانيات يعني المطلوبة ربما غير متاحة في الوقت الحالي، وأيضا هناك يعني لا نقول أنه يعني الحكومة الشرعية ممثلة
برئيس الجمهوريه هادي ساهموا في هذا الملف وساهموا في انقاذ بعض الجرحى، لكنهم لم يصلوا الى تغطيه جميع الجرحى سواء كانوا مدنيين او عسكريين. فالكل امام الدوله يستوجب على الدوله ان تقوم بواجبها في علاج هؤلاء الجرحى سواء كانوا في الجانب العسكري او الجانب المدني. فكما ذكرت ان الدوله والسلطه المحليه في المحافظه والمبادرات ومنظمات المجتمع المدني الكثير منهم ساهموا، اضافه الى العديد من الدول العربيه والاسلاميه ساهموا في علاج كثير من الجرحى وخففوا من هذا الالم العظيم الذي نعاني منه حتى يومنا هذا. نعم سيد محمد، مع استمرار معاناة هؤلاء المعلمين وحرمانهم من الرواتب، لو نتحدث عن دور نقابة المعلمين في الدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم. نقابة المعلمين نقابة مثلها مثل أي منظمات المجتمع المدني المرخصة لها، تأسست عام 90 عند إعلان الوحدة اليمنية. النقابة لها تاريخ نضالي كبير لا ينكره إلا جاحد. النقابة عرفت بالمطالبة وبالخروج وبالاعتصامات وبالمسيرات وبالمطالبات وإصدار البيانات حول حقوق المعلم المادية سابقا، وحاليا أيضا تتابع هذا الملف باجتهاد شديد. أنا كنت الآن قبل أن أحضر هذا المكان كنت في نقابة المعلمين وأخذت معظم الإحصاءات هذه الموجودة من النقابة، وهناك أرشفة لحالات الجرحى والشهداء والمعتقلين، وهناك أيضا متابعات كل في مجال عمله. فالقضية تمس النقابة بشكل كبير، والنقابة حقيقة تبذل جهودا كبيرة نشكرها عليها، ونتمنى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال كونها هي تعتبر أم للمعلمين كما طالبت في السابق في أمور المالية مستحقاتهم المالية التي كان النظام السابق يحاول أخذها منهم أو حرمان المعلمين منهم. اليوم واجبها أيضا يتمثل في متابعة ملف الجرحى والشهداء والمعتقلين وطرق كل الأبواب من أجل إطلاق جميع المعتقلين في سجون الميليشيا كونهم بلا ذنب إلا أنه معلم. هذا المعلم ليس من ذنب أن يكون يعني داخل السجن. فالنقابة حقيقة تبذل الجهود، ونأمل منها بذل مزيد من الجهود في هذا الملف للتخفيف من معاناة الأسر ومن معاناة المعلمين المعتقلين والجرحى وأسر الشهداء. نعم سيد محمد، مع تدمير البنية التعليمية في مدينة تعز هناك الكثير من الأطفال والشباب ممن فقدوا فرص تعليمية كثيرة خلال هذه الحرب، كيف يمكن تعويضهم؟ نعم بالنسبة للتدمير في تعز كنموذج لهذا التدمير الذي شمله أو الذي نتج عن هذه الحرب الظالمة التي شنها الانقلابيون واستوجبت على بقية الشعب اليمني أن يقاوم هذا الانقلاب من أجل كسره وإعادته إلى جادة الصواب. هناك تقريبا ما يقارب من 186 مرفق تعليمي دمر في تعز نتيجة للحرب وقصف الميليشيا والقصف بشكل عام من أكثر وقصف الطيران أيضا. 186 مرفق، منها ما يقارب يعني 95 مرفق تم تدمر تدمير كلي والباقي تدمير جزئي. أيضا هناك أكثر يعني في 2016 من ضمن الإحصاءات أكثر من 486 مرفق تعليمي خرج عن نطاق الخدمة. هناك بعض المدارس أصبحت مأوى للنازحين، هناك أيضا بعض المدارس أصبحت يعني فيها أماكن لعسكرية يعني من أكثر من جهة للضرورة ربما في بعض الأماكن خاصة من جهة الجيش الوطني، لكن الحمد لله اليوم تم تفريغ كثير من هذه الأماكن وقد نقص هذا العدد بشكل كبير حيث أن النازحين ربما عادوا إلى ديارهم أو كذا فأقل هذا العدد، لكنه في 2016 وصل إلى 486 مرفق تعليمي يعني كان خارج عن طريق الخدمة. وصلوا الناس إلى أنهم يدرسوا في البيوت في المساجد في، لكن العملة التعليمية كانت تمر لكن بصعوبة. هذا أدى إلى حرمان كثير من الطلاب والأطفال من حقوقهم بجانب التعليمي والتربوي. ففعلا لا نستطيع أن ننكر هذا، لكن الحمد لله في مدينة تعز المبادرات الشعبية غطت كثير من هذه الاحتياجات والمتطوعون أيضا يعني قدروا بالآلاف
سواء يعني شباب او شابات تم يعني في من بدايه الحرب 2015 انطلقوا الى العمل الطوعي للتدريس في المدارس، حيث انه كثير من المعلمين ربما انتقلوا الى النزوح او الى مغادره المحافظه الى الريف. فالتعليم بقى مستمر بشكل او باخر، لكن صحيح انه كثير من الاطفال فقدوا حقوقهم هذا الجانب، ولكن الحرب وهذه مآسي الحرب وهذه نتائج الحرب المدمرة سواء على البنية التحتية أو على المساكن أو على الأطفال أو على حقوق الأطفال والإنسان بشكل عام. نعم، شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي محمد الرميم، كنت معي من مدينة تعز. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. أسرتا المعلمين عبد الله هادي وعلي مدهش تم الرصد، في أمان الله.